خروج عصابات داعش الإجرامية من محافظة نينوى وتحريرها من قبل القوات الأمنية، كانت نسبة الدمار كلش عالية في معاملنا ومصانعنا وورشنا وكافة البنى التحتية للشركة كانت معدمة. عاودنا احنا بجهود ذاتية عدد من المعامل اللي هو معمل إنتاج الشب، والحمد لله توفقنا، وحاليا المعمل ينتج بكميات أعلى من الكميات اللي كان ينتجها قبل دخول عصابات داعش الإجرامية، وكذلك حتى الكواليتي والنوعية وجودة المنتج هي أعلى. كذلك عاودنا إنتاج مادة الكبريت الزراعي بإعادة تشغيل المطحنة. أحث مواطنينا وإخواننا من الفلاحين ومن موظفين أيضا القطاعات العامة اللجوء إلى المنتج الوطني. نلاقي صعوبة بالتسويق وليس صعوبة في الإنتاج، نعم، ولا في الارتقاء بالنوعية ولا بالكمية، وأنها مو مشكلة وزارة الصناعة، هي مشكلة تسويقية، عزوف دوائر الدولة وعزوف المواطن عن شراء المنتج الوطني رغم أنه هو الأفضل. واضطرينا إحنا إلى تخفيض الأسعار إلى أكثر من مرة حتى نكون أسعارنا تنافسية، ونقطع مبرر اللي يقول الأسعار وزارة الصناعة هي أعلى من أسعار المتداولة بالسوق المحلية. حاليا هو منتجي الأفضل من كل المنتجات العالمية بالكبريت الزراعي، والسبب أنه أنا الكبريت اللي أستخدمه هو كبريت رسوبي، كبريت منجمي، نعم، يحتوي على عناصر يعني بالإضافة إلى مكافحة الآفات الزراعية، هو عنصر بفائدة أيضا للتربة وللنبات، نعم، يشتغل كسماد وكمبيد، نعم.